سعد سمير قال لي هنا انه ما بين الشوطين كان موسيماني هادي جدا، بس حصل انه عدد من اللعيبه بدا يتعصب، بدا يتكلم، بدا يشد. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الشناوي طبعا الشناوي اول ما دخلنا آه. يعني شاط فينا كلنا يعني. والله اه انتوا بتتقبلوا اي حاجه من الشناوي؟ اه طبعا، نعم. هو كابتن فرقه و يعني هو حارس المرمى، بيبقى شايف حاجات احنا مش شايفينها جوه الملعب. صحيح. هو عارف فرقته كويس وعارف مستوى الفرقه وعارف نبقى امتى كويسين وامتى مش كويسين. فالكلام كله ان احنا بعد ما جبنا الجون ان احنا كنا شكلنا كلنا وحش في الملعب، كلنا مقصرين، كلنا خايفين، ان بنتكلم ان احنا البطوله دي ما ينفعش ان احنا نخسرها، عندنا شوط لازم نرجع ونعوض، وان احنا هنكسب في اي وقت، ولازم يبقى عندنا اصرار ان احنا ناخد البطوله دي، لان ما ينفعش غير ان احنا ناخد البطوله دي. هنا دور الكابتن مهم قوي يا عمرو. اه طبعا. اه. قال لنا ما حدش هيقدر يطلع من بيته بعد البطوله دي، لو البطوله ده دي كل راحت ده بين الشوطين. بين الشوطين اه. ما حدش هيقدر يطلع من بيته، مش هنقدر نيجي التمرين حتى. يعني قال لنا ما حدش شاف رد فعل الجمهور لسه. خاصة الملعب كان فاضي، كورونا ما فيش يعني جمهور. فعندنا 45 دقيقة لازم نرجع للمباراة، ولازم نقف على رجلينا تاني، ولازم ندور ان احنا نجيب جون. انت اتكلمت بين الشوطين؟ لا خالص. كنت هادي. كنت هادي. قالوا لي كمان موسيماني كان هادي جدا. اه ايه اللي حصل؟ لا موسيماني ما اتكلمش قوي، يعني ما علقش قوي، ساب الشناوي يتكلم، واتكلم في نواحي تكتيكيه، في وقفتنا في الملعب، ازاي ان احنا نقدر نلعب في ظهرهم، نحاول ندور على الكره الطويله اللي في ظهرهم، نعم. حاجات كلها خاصه بالتكتيك، يعني ما اتكلمش على الشوط الاولاني. في المباريات بيحصل ابس اند داون، يعني وقت تقول لا البطوله دي بتاعتنا، وقت تقول لا البطوله مش بتاعتنا. احكي لي بقى الفترات اللي انت كنت متفائل والفترات اللي انت كنت خايف. كنت خايف طبعا بعد الجون التعادل بتاع الزمالك. اه. كنت خايف طبعا الماتش يضيع مننا والبطوله تضيع مننا. الشوط التاني بدانا ان احنا نقف على رجلينا تاني، بدا ادائنا يبقى احسن. الشوط الاولاني طبعا ضيعنا فرص، يعني كذا فرصه طبعا بتاعت حسين اللي في العارضه حسين دي دي. ملهاش حل. اه اه. يعني انت سالت حسين؟ يعني هو حسين كان بيمهد للاحتفال قبل ما تدخل جون؟ انا احساسي كده. لا خالص، اه. يعني ما اعتقدش ان هو كان بيفكر في حاجه زي دي، اه. ان هي الكره حاططها ببطن رجله وضامنها. تخبط في العارضه اه. وترد في محمود علاء وتطلع بره، ف والمفروض تخبط في علاء وتدخل جون. وتخش. نعم. فدي من اللحظات اللي الواحد حس فيها ان هي مش ماشيه معانا، احنا ممكن نخسر. اه ساعتها. اه لحد ما قفشه جاب الجون بتاعه. كرة زيزو اللي في القائم، كان من رد فعلك ايه في الملعب؟ تقول الحمد لله. الحمد لله. مع كرة الشحات خفت شوية، طب مع خفت كرة شوية، زيزو عاد لك التفاؤل من جديد؟ قلت اه يعني قلت وقتها قلت اه لا احنا ممكن ان شاء الله ربنا يكرمنا. و نعم. ادي كرة الشحات، يعني اصلا هي ملاش، يعني حاططها هي عجيبة، يعني اغرب من الخيال. اصل هو مش هينفع يحطها في، يعني في عكس اتجاه لا ما يحطها في، هو يحطها في حاططها وشه ببطن عادي. رجله اه هو زي ما ضمنها. تروح. انا احساسي يعني. بص جاي يعملها علي، علي مش ممكن، علي كان يبقى عامل هدفين، والمفروض تخبط بقى في رجل علاء وتدخل جون. لكن المفروض بص جاي وجماله، وبعدين علي معلول وروعته وحسين الشحات وثقته الحقيقه. لكن هي دي الكوره بقى هي بمفاجاتها الجميله يعني. الحمد لله بعد كره زيزو حسيت ان الدنيا بدات تظبط. بالظبط. اه احكي لي بقى قصه الهدف، القضيه، قفشه، الحدوته. احنا كنا في الدقيقه كام؟ 87 تقريبا. تقريبا اه 87.